السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور كريم عبد التواب، استشاري الأشعة التدخلية، مستشفيات جامعة عين شمس. الحقيقة النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو دور الأشعة التدخلية في علاج النزيف. والحقيقة ان كان في زمان مرضى النزيف سواء المزمن او الحاد اللي بيبقوا في حالات خطرة، كانوا ممكن جدا ان هم ما يلاقوش طريقة علاج مثالية، لحد مع التقدم الطبي اصبح الأشعة التدخلية اصبح لينا دور كبير جدا، وقدرنا ننقذ العديد جدا من ارواح هؤلاء المرضى. ومن اهم الحاجات اللي الأشعة التدخلية بتساعد فيها علاجات نزيف زي نزيف المخ، نزيف الجهاز التنفسي، الكحة الدموية، نزيف الجهاز الهضمي سواء العلوي الدموي أو النزيف الشرجي، وكذلك نزيف الجهاز البولي والجهاز التناسلي، خصوصا في السيدات زي حاجات الأورام الليفية وزي نزيف ما بعد الولادة. كل الحاجات دي أصبحنا أن احنا عن طريق التوجيه بالأشعة بنقدر أن احنا نقفل هذه الشرايين النازفة باستخدام سواء حلزونات معدنية أو جزيئات طبية دقيقة جدا عن طريق قسطرة ما يتعداش قطرها الاتنين ملي، بتدخل من أعلى شريان الفخذ. ودي كانت فكرة بسيطة جدا عن دور الأشعة التدخلية في علاج النزيف، وشكرا جزيلا.